كشفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أنها قامت بالعديد من العمليات الخاصة، كان أبرزها إسقاط شخصيات بارزة في علاقة جنسية لابتزازهم سياسيا لمصلحة الموساد. وفي حديث لها مع مجلة تايم أكدت ليفني أنها قد تقتل أو تمارس الجنس للإتيان بمعلومات تفيد إسرائيل، وقد لوحقت في بلدان أوروبية لقتل فلسطينيين وعلماء عرب، لكن اللوبي اليهودي كان دائما يخلصها من المحاكمات. وتأتي تصريحات ليفني بعد كلام أحد أكبر الحاخامات في إسرائيل عن أن الشريعة اليهودية تسمح بممارسة الجنس مع العدو للحصول على معلومات.